حكومتنا تروديهم، يا حكومتنا تروديهم. حراك مجتمعي لم يتوقف وسخط متزايد بعد القصف الذي استهدف القوات الحكومية في كل من عدن وأبين من قبل طيران دولة الإمارات. المحتجون اليمنيون خرجوا في عدد من دول وعواصم العالم مطالبين المنظمات الدولية ومجلس الأمن بالوقوف مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة ما وصفوها بالممارسات التعسفية لدولة الإمارات ضد وحدة البلد ونسيجه الاجتماعي. اليوم الناس خرجت يعني لتنديد بالجرائم اللي تقوم بها الإمارات في اليمن، جميع هذا القتلى الذين ماتوا في عدن وجنود الجيش الوطني والأطفال. نحن ضد تقسيم اليمن، نحن مع الوحدة، ولا نريد الإمارات أن تتدخل في شؤون الداخلية اليمنية، لأن هذا يضر مصلحة بلدنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا. هنا في مدينة إسطنبول التركية طالب ناشطون وسياسيون وطلاب يمنيون الحكومة بسرعة اتخاذ موقف ضاغط لإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف بسبب ما اعتبروه انحرافاً عن الأهداف المعلنة، لأن شعبنا اليمني قد تعرض لخديعة كبرى من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد عضواً في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وجاءت لدعم الشرعية لا للاعتداء عليها وتقويضها. رفض مجتمعي متصاعد لم يتوقف عند حدود الجغرافيا في الداخل، بل خرج المحتجون هنا من أبناء الجالية اليمنية في تركيا للتنديد بما وصفوها جرائم حرب ترتكبها دولة الإمارات في اليمن بحق الجيش والمدنيين. أما في العاصمة الأمريكية واشنطن، نفذ أبناء الجالية اليمنية وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض طالبوا فيها بوقف الدعم الأمريكي اللوجستي والعسكري للتحالف، متهمين دولة الإمارات بإطالة أمد الحرب والمعاناة الإنسانية. احتجاجات ومناشدات عديدة إذن.